وعملية تضامنية مع كتبي ساحة باب دكالة بمدينة مراكش الذين تضرروا بسبب تعرض محلاتهم لحريق مؤخرا. العملية نظمها مركز التنمية لتنسيفت من خلال جمع حوالي 4000 كتاب تم توزيعها على المتضررين. أمين علام المعتصم بالله البعزوي ووفاء الدكالي. منذ سنوات استقر العديد من الكتبيين بهذه الساحة المجاورة للمحطة الطرقية باب دكالة بمدينة مراكش. اندلاع حريق في نهاية الشهر الماضي بعدد من المحلات ألحق خسائر مهمة ببائع الكتب المستعملة. حادث استنفر فعاليات المجتمع المدني، فكان تنظيم عملية لجمع الكتب لفائدة المتضررين. الحمد لله تفاعلوا الناس بزاف، يعني تقريبا راه تجمعوا كتب بزاف الحمد لله، يعني اللي خفف علينا احنا الضرر ككتبيين، زائد انه عطى واحد الاشعاع وعطى واحد يعني التحركات يعني الماء الراكده بالنسبه للكتب في مراكش. نعتبر بان الوجه الثقافي للمدينه وبان هويتها الحضاريه ترتبط بفضاء الكتاب، لذلك لا بد من النهوض به ولا بد من حمايته، لذلك اتت هذه المبادره التضامنيه. ثم إننا كذلك نشتغل على الثقافة كما نشتغل على التنمية، ونعتبر بأن أي تنمية حقيقية لا يمكن أن تتم دون ثقافة. الحملة الواسعة التي أطلقها مركز التنمية لجهة تنسيفت مكن من جمع حوالي 4000 كتاب في تخصصات مختلفة، مبادرة تحاول مساعدة هؤلاء الكتبيين على تجاوز هذه المحنة وإثارة الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بسوق الكتب المستعملة بمدينة مراكش. بعد هذا الحريق كل المثقفين والجمعيات بمراكش تقدموا بمساعدات من أجل تشجيع القراءة رغم تراجع نسبتها لدى الشباب. كانت مناسبة لتضافر الجهود وتقديم العون في هذه الظرفية. التفاتة مهمة لتعويض الكتبيين عن البعض من الخسائر التي تكبدوها جراء الحريق ولمساعدتهم على استئناف نشاطهم للاستجابة لطلبات زبناء وعشاق الكتب المستعملة بالمدينة الحمراء.